السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعيد مبارك سعيد. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم ارحم أبي وأخي واغفر لهما ولجميع المسلمين. فتح المساجد في صلاة العيد بعشر دقائق قبل، والغلق يكون كذلك مور عشرة ديال الدقائق، ومدة التكبير يعني تكون في سبعة ديال الدقائق. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا ما يحصل في البلاد الحبيبة بلاد مصر، وهذا قرار من عند وزير الأوقاف والشؤون، ما عرفتش من شؤون، واش الشؤون الإسلامية ولا الشؤون الصهيونية. المهم هذا قرار من عند وزير الأوقاف. وكيف قلنا، هذا وزير الأوقاف والشؤون الصهيونية قال لك يعني المسجد ليس فندق، اعتكف ببيتك. حسبي الله ونعم الوكيل، فين ولينا في هذا الزمان. تخيلوا احنا في هولندا هذا النهار صلينا صلاة العيد، تقبل الله منا ومنكم. كانت صلاة العيد عندنا اليوم في 8:30، يعني كنا تما كينا في 7:15 7:30، ويعني دخلت لقيت صفين، ويعني لقيت الناس كيكبروا لله سبحانه وتعالى، وفضلت تكبير الى حدود 8:30. هذا يحدث في بلاد المهجر، بلاد ماشي مسلمة. أما في البلاد الحبيبة كيف قلنا، بلاد مصر، بلاد المآدن، وبلاد عمرو بن العاص، كيف يعقل باش تفتح المساجد عشر دقائق قبل وتغلق مور عشرة ديال الدقائق، ومدة تكبير سبعة ديال الدقائق؟ يعني أشهد المهزلة في بلاد المسلمين، ولا بلاد الخسيس العميل، عميل الصوص. وكيف عارفين الصوص هما أصحاب الرايات الزرقاء. المهم راكم عارفين الكلام على من، راكم عارفين الكلام على من. تخيلوا الناس صلاة التراويح، كانت مدة صلاة التراويح 6 دقائق مور صلاة العشاء. كيف يعقل الناس كتصلي التراويح وكيدخل المراقب ويقطع عليهم الصلاة؟ هل هذا يعقل في بلاد المسلمين؟ ولكن بلاد الخسيس كيحصل هذا اليوم. تخيلوا الناس صلاة التراويح فوق السطح، الناس صلاة التراويح مخبية، الناس صلاة التراويح مع النساء. اللهم من هذا منكر، حسبي الله ونعم الوكيل. نشوفوا هذا الفيديو كيف قلت الناس كتصلي التراويح ويدخل المراقب يوقفهم عن الصلاة، يعني حتى الصلاة ولات فيها مراقبة. صلاة التراويح والشعائر الدين والشعائر الإسلامية ولات فيها عليها مراقبة. حسبي الله ونعم الوكيل. وكذلك يعني منين تيدخل المراقب وتيقطع صلاة التراويح، تيخصهم يخرجوا ويصوروا بأن المسجد مغلوق. وشاهدوا معايا هاد الصور. Oh,
كيف قلنا يعني هذه حرب على الإسلام، دائما كتبقى حرب على الإسلام، وهو باش يعني تمنع الناس من أداء شعائرها الدينية. هذا لا يعقل، والله لا يعقل. العميل الخسيس يعني كيبيع البلاد طرف طرف. أول ما بدأ باع جزيرتين تيران وصنافير، وكذلك باع النيل، وكذلك هو هذا الوقت باع سيناء اللي مسقية بدم الشهداء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكيف شفنا يعني في أرض الحرمين ولات الموسيقى كتطلق بنهار رمضان في الشوارع وأمام المساجد. رحنا شفنا الفيديو في الفيديو السابق اللي تكلمنا فيه على الشيخ ياسين العمري جزاه الله خيرا. وراكم شفتوا يعني الحرب اللي ولا الهجوم اللي دار على هذا الشيخ حيت قال كلمة حق. طبعا مكان جميل هنا، بس الغريبة يعني أنا مستغرب صراحة، كان حلو هذا المسجد وهذا هنا السماعة الأغاني في رمضان. يعني كون أخويا علماني ولا كل ليبراري ولا لوح راسك في البحار ولا لوح راسك من القنطرة، هذاك شأنك ما تمنعك حق، لا إكراه في الدين، ولكن باش تفرض علينا شي حاجة ديالك فهذا لا يعقل. احنا شفنا يعني الحرب راها متسلسلة، وهذا الشيء وصلنا حتى حنايا في بلد المغرب الحبيب وهو وكالين رمضان. تخيلوا في الدار البيضاء يعني مقهى مفتوحة بالنهار، والناس السكان اللي في جنب ذاك القهوة يعني كيتشكاو من الموسيقى بالنهار ومن رائحة الدخان اللي كتخرج والناس داخلة وخارجة، ولكن فإن الحق لا يعلى عليه، وربي جابها لهاد الناس. وقدرات السلطات المحلية باش تخرج 80 شخص منهم فتيات وشبان يعني بالنهار من هاد المقهى. وكيف نشوفوا هالفيديو تم اعتقال مجموعة من الشباب لصالة المحل، هاد المحل هذا يعني اللي كيف ما سمعتوا السيده يعني كيجيو لهنا كياكلوا في يوم رمضان. يعني للاسف شباب مغاربه كيف ما كتشبعوا شباب مغاربة اللي كياكلوا في يوم رمضان. ولكن كيف كنقول دائما الحق لا يعلى عليه، والإسلام سبحان الله جاء غريبا وسيبقى غريبا. أما على وكالين رمضان أرى كيف كنقول أخويا، كل رمضان ولا قتل راسك ولا كل ليبراري ولا كن علماني، ولكن ما تفرش علينا رأيك ولا تفرض علينا هاد الدين اللي باغين تخرجوا لنا نتوما. يا تمشيوا على هواكم ولا تسميوا الناس دواعش ولا تسميوا الناس يعني متطرفين ولا ولا ولا، حاشا ولله. واش اللي تيقول كلمة الحق غادي نسميوه متطرف ولا غنسميوه إرهابي ولا داعشي ولا ولا، ما يمكنش. حسبي الله ونعم الوكيل دائما تنقول، اللهم من هذا منكر.
يعني الاسلام يعني الانسان بدا تيخلع جلباب الدين اللي عليه ويفرض على واحد اخر باش كيف كنقول دبر راسك، كل ولا صوم ولا لا تاكلش، ولا روح راسك في البحر، ولا روح راسك من القنطره ولا من الجبل، هذاك شانك. بغيتي تاكل اخويا سير كل في دارك، ما شافك حد غيشوفك غير الله سبحانه وتعالى، هو اللي غادي يحاسبك على ما كتفعل. واش غادي نقول اخوتي، يعني هذا فيديو كان حول وكالة رمضان وحول وزير الاوقاف والشؤون الصهيونية في البلد الحبيبة مصر، كيف قلت بلد عمرو بن العاص وبلد الالف مئدانة، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ما لقيت ما نقول وخرج هذا الفيديو معطل. المهم عيدنا جميعا مبارك، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم ارحم موتانا وشافي مرضانا، وتحياتي حتى الفيديو للموضوع الجاي. السلام عليكم.